يا مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان، معاكم في بث مباشر جديد من محافظة المنوفية. خلاص احنا حفظنا وعرفنا يوم الجمعة احنا بنبقى فين. احنا في اول سوق للسيارات المستعملة وكسر الزيرو بمحافظة المنوفية. اتكلمنا عن فايدة السوق ده كتير جدا، اتكلمنا عن كمان طلباتنا، ولكن الحمد لله في انفرادة وسمعين ان هيتم الاستجابة لمطالبنا وفي اسرع وقت باذن الله. احنا هناخد جولة دلوقتي وتعالوا نعرف الاسعار. احنا سامعين ان الاسعار هتزيد، سامعين ان 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 ان، فتعالوا نتكلم مع التجار ونشوف الدنيا اللي جايه فيها ايه. خلاص يا خلاص شفتي جاي. يا مساء الخير. مساء الخير. اول سؤال للسيارات المستعمله وكسر الزيرو بمحافظه المنوفيه، الاستاذ احمد من اكثر الناس او من اوائل الناس اللي تعت لفكره سوق السيارات. كلمنا الدنيا واصله لحد فين؟ والله هو النهارده يعني بقى في حركه شويه، بس هي الاسعار كلها غاليه فالناس مش مستوعبين الموضوع. الاسعار غليت؟ الاسعار غاليه شويه. وبعدين بيقولوا هتغلى تاني. يعني اللي عايز يشتري يشتري دلوقتي. يعني التجار في محافظة المنوفية بينصحوا اللي عايز يشتري يلحق يشتري، لان الدنيا احتمال كبير انها ترتفع مرة تانية الفترة اللي جاية. احتمال 90%. كلمني عن الاقبال النهاردة كان عامل ايه؟ لا والله النهاردة كان في ناس كتير وكان في حركة شوية، وكان في ناس جاية من هنا من القليوبية، وناس جاية من المنصورة، وناس جاية من المحلة. يعني المخفضات المجاورة. السوق ما بقاش مقتصر بس على محافظة المنوفية، بدأ يجذب المواطنين في المخفضات المجاورة. في ناس كتير. كلمني بالنسبة للمطالب اللي احنا عمالين ننادي بقى وندم بقى فيها من أول ما بدأنا السوق، الدنيا فيها إيه؟ هم وعدونا النهاردة إن المطالب خلاص هم هيبدأوا يعملوا فيها، بس لسه احنا ما شفناش حاجة. يعني تم تبليغكم إن احنا هنبدأ بالعمل على مطالبكم والاستجابة ليها. فكرني كده المطالب كانت ايه؟ المطالب كانت خدمات للناس اللي نازله تشتري، زي كده وزي كافيتيريا، مطعمات، نوافذ للبيع، مطاعم، كافيتيريات. اللي جاي يقعد يستريح، ممكن مكان زي ده يعني يتحول ان يبقى فسحه. ممكن يحصل منه حاجات كتيره قوي. بالظبط. يعني المفروض السوق ده تستغل مع حاجه جنب السوق. لو عايز حركه تشغل الدنيا. تمام. تعالى بقى فرجنا كده على الكريزه كده اللي قدامنا دي. دي كانت 2010. دي ايه؟ كانت 2010. دي فابريكا بره جوه كلها. تحليب طبعا. ما شاء الله. دي اول فئه بس جديده اول عربي. ما شاء الله. قول لي دي بقى مطلوب فيها كام؟ دي مطلوب فيها 575. 575. قول لي دي من شهر كانت بكام؟ لا دي من 6 اشهر كانت ب 300. من 6 اشهر كانت ب 300 دلوقتي مطلوب فيها 575. طبعا ده السعر المبدئي. ساعه البيع والشراء وساعه الجد بيبقى فيه كلام تاني. في تفاوض بس. تمام. زي ما احنا اتكلمنا العربيه دي مثلا كانت بره 575. وفي فيرنا اوتوماتيك. نبص عليها. 2004. فيرنا اوتوماتيك. رشه بره عشان التكاليه. اوتوماتيك اصلي ومكيفه وموتور 1600 و 00 دوار. عامله كام؟ هي عامله 240. عامله 240. عربيه محترمه قوي وبيتي وباسم اصحابها. انا لو جيت هنا السوق هشتري العربيه واخدها وانا ماشي. كلمنا عن الخدمات اللي بيوفرها لي السوق. النهارده عرض شهر عقاري ما شاء الله نزلت بقى لها اسبوعين، والفحص عربيه الفحص موجوده. لا الخدمات كلها موجوده. عربية فحص، عربية شارع عقاري. لخدمات وراحة الزبون موجودة. أما راحة التاجر اللي جاي بيها هي اللي مش موجودة. يعني التاجر عايز يجي برضه يلاقي بن، يلاقي أكل، يلاقي شرب، مفيش هنا، مفيش خالص.
انما خدمات الزبون، الزبون كل خدماته موجوده. يعني فحص هيفحص عربيته، شهر عقاري هيعمل ورقه، مخالفات عربيته البوسطه بتيجي، معاه فيزا وعايز يسحب فلوس برضو عربيه موجوده. لا خدمات الزبون كلها موجوده. انما انتوا محدش باصص لكم اساسا، محدش، ما احناش موجودين اصلا. مش عارفه الناس يعني. لا ما لا اعتقد كمان ان في الشتاء الدنيا هتبقى احسن. والله هو الجو اما يتغير هيبقى احسن. بس هما بقى يحطوا لنا نور طيب، يعني نور عشان المده بتاع بالليل مطوله. يعني انتوا المفروض السوق من الساعه 10 صباحا ل 10 مساء. ل 10 مساء. احنا هنا الساعه 7 وتقريبا، يعني احنا بنمشي. خلاص الناس كلها معظمها مشي. ايوه ليه بقى؟ عشان مثلا مفيش اضاءه. خدوا الشمس في دماغهم. هم خلاص ضربه شمس، هم دلوقتي بيتعالجوا في البيت دلوقتي مش بيقلدوا. فهو فهم يعني احنا عايزين سنده منهم بس مش اكتر. يعني المحافظه تستنى علينا شويه. يا مسهل الحال، انا واثقه ان شاء الله ان هيتم الاستجابه للمطالب. انا واثقه من جوايا احساس كده، في هاتف بيجي لي ان لا هيتم الاستجابه. وكمان انت قلت لي ان هم اتكلموا معاك النهارده وقالوا لك لا ان شاء الله احنا هنشتغل على طلباتكم اللي كانت يعني اللي هي مظلات، كافيتيريا، الحمامات. في حمامات، في حمامات، حمامات دي ثابتة على طول. كنت بتتكلم معايا وقلت لي ان السوق بدا يجذب المحافظات المجاوره، بس ما بقاش مقتصر على محافظه المنوفيه. لا لا، فطبعا دي يعني فايده. يعني ده يبقى بعد كده مزار سياحي. ما شاء الله، هو بدا يبقى فيه يعني كتير من الناس كتير، والمحافظات اللي حوالينا كلها بتيجي السوق. بس هي القصه انه اللي بيجي يقعد ساعه ولا ساعتين الشمس بتتعبه وبياخد بعضه ويمشي. احنا عايزينه يقعد اكبر مده عشان اللي يجي يبقى شايف العربيه بتاع اللي جاي من بره ده موجوده. صح. اما النهارده حتى الزبون اللي بيجي بالليل ما بيلاقيش معظم العربيات بتبقى مشيت. صح. لا احنا مش عايزين. طب احنا اول ما بدانا كنا بنقول ان السوق يبقى يومين في الاسبوع، جمعه وسبت. التجار قالوا لا احنا مش عايزين يومين، احنا عايزين يوم واحد. فهل شايفين انتوا كده صح ولا محتاجين يوم تاني؟ لا، هو يبقى يوم الجمعه صح، يوم واحد، بس احنا عايزين اليوم يتطور شويه. اصل ده معرض. ده معرض، ده عرض وطلب. صح؟ صح. انا جاي النهارده عرض عربيتي ابيعها، لازم يبقى حواليا ميه، يبقى حواليا اكل كده. صح ولا كلام غلط؟ لا احنا ما فيش الكلام ده. انا جاي معرض وما فيهوش اي خبرات، فهزهق وهمل وهمشي. لا ان شاء الله مش هيبقى فيه زهق ولا ملل. باذن الله الشتاء جاي اهوت والجو هيتحسن، درجه الحراره هتقل، الشمس بقى، الناس خلاص يعني هنقلل صن بلوك، فالناس هتنزل، فالدنيا هتبقى تمام زي الفل. انا شايفه في خناقه هناك كانت على 80 ولا 85. تعالى قول لي العربيه دي ايه دنيا. ما هو صاحبها ما وافقش قبل، ما وافقش، كسر خاطر الراجل كده. ما هو مشي كمان. طب قول لنا مواصفات العربيه دي ايه. هو هي العربيه دي اكسل سنه احنا دي اكسل 98 رشه بره معانا السقف والزيت بالاخر. ما شاء الله. مطلوب فيها كام؟ طالب فيها 100. طالب فيها 100. وما وافقش للراجل على 80. عايزين رقم التليفون كمان، نديهم رقم التليفون على الهواء. ماشي، ممكن رقم التليفون حضرتك. 01 32 7 25 7. دي زيرو دواخ. زيرو دواخ. يلا قول لي تاجر، قول لي بايع ولا مشتري. احنا كنا جايين نشتري، ما لناش عربيات، الناس كلها مشيت عشان لا في اضاءه ولا فيه استراحات ولا في اي حاجه، فالناس تعبت من الشمس ومشوا بدري. المفروض يقعدوا للساعه 10. ما حدش اهو، وناس لسه جايه اهي، فكرت لسه ان فيهم ناس واقفه ما فيش عربيات ولا حد ومشوا. فاحنا بنطالب بسرعه تلبيه مطالب الناس دي. الناس دي طالبه مصلات، طالبه اضاءه، طالبه خدمات. هنقول رقم التليفون تاني. 01 32 7 25 7. يلا يا رب وشنا يبقى حلو عليك وان شاء الله تتباع. مطلوب فيها 100,000 بس ان شاء الله ساعه الكلام بيبقى فيه كلام تاني. والرقم تليفون الكارنز. ممنوع المعاكسات يا جماعه. شكرا جدا ليكم واتمنى لكم كل التوفيق باذن الله. قول عايز ايه تاني؟ رقم تليفون الفيرنا 010 6780
3-6-4-5. شكرا لكل متابعينا في كل مكان. كنا معاكم من سوق السيارات، اول سوق للسيارات المستعمله وكسر الزيرو داخل محافظه المنوفيه. السوق تقريبا بقاله 4 شهور، الناس ليها مطالب نتمنى الاستجابه ليها في اسرع وقت، ولكن بيقال ان شاء الله هيتم الاستجابه ليها. اتمنى التوفيق يا رب العالمين، لان الفكره زي ما اتكلمنا كتير قبل كده وقلنا عليها ان هي فكره حلوه قوي. واحلى حاجه عجباني في الفكره دي ان هي بدات تجذب المواطنين من المحافظات المجاورة. لو السوق ده تم الاهتمام بيه مش بعيد ان هو يبقى مزار سياحي في محافظة المنوفية. شكرا لكل متابعينا في كل مكان، كنا معاكم من محافظة المنوفية.